ثم أما بعد، فمع بصائر إياك نعبد وإياك نستعين، متابعين ما أسلفنا القول فيه تقديما وتمهيدا مما تبين بعضه في السابق، ولو بقي الإنسان عمره كله يستبصر ويستبين بصائر إياك نعبد وإياك نستعين لانقضى أجله، ولا يتم تعداد البصائر ولا جمع الحقائق ولا منعها. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اعبد، كن عبدا لله، كن عبدا لله. وعبر بالفعل واعبد، كما عبر أيضا بالفعل في هذه الجملة إياك نعبد، لأن الإنسان لا يزال في سير ولا استقرار له في حياته الدنيا، ثم سيره إلى الله عز وجل يتأرجح بين قبض وبسط، بين فتور وعلو همة وشرة كما في الحديث. فتلاحظون أن سورة الفاتحة حينما ابتدأت بجملة اسمية وبقيت كذلك لا فعل ورد فيها حتى هذه العبارة إياك نعبد. فقال أول ما قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل ذلك إذن مركبات اسمية ابتداء وعطفا ووصفا وهلم جرا، وجاء الفعل حينما تعلق الأمر بفعل الإنسان إياك نعبد. لأن الحمد الذي يجب لله عز وجل إنما هو الحمد الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فوجب أن يكون كاملا ثابتا مستقرا. فحمد الله عز وجل نفسه قبل أن يحمده غيره، فقال: الحمد لله رب العالمين. وحينما ينطق العبد بذلك يقول: الرب حمدني عبدي. وإنما حمده العبد بكلام ربه الذي هو القرآن الفاتحة، فقد حمده باللفظ الكامل الذي هو آية الفاتحة الأولى. لكن حينما قال إياك نعبد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول: هذا بيني وبين عبدي. سيخضع هذا الزعم الذي يزعمه الإنسان إياك نعبد للاختبار والتمحيص والتحقيق، وسيرى وترى درجة العبودية لما تزعمه أنت وأنا حينما نقف بين يدي الله نخاطبه ونناجيه إياك نعبد. فيا أسفا على الإنسان أن يكون من الكاذبين، يقول إياك نعبد وهو في الحقيقة عاص لله عز وجل، لا يحقق من العبودية ولا أدنى مقاماتها. ولذلك قال له: هذا بيني وبين عبدي، هذا الشيء غادي نحققه غادي نشوفه. وسيريك ربك من قولك إياك نعبد درجتك، هل حققت منها ما طلبه عز وجل أم زعمت وادعيت فوق حقيقة أمرك ومقدار همتك. ولذلك كانت العبودية لله عز وجل على ثلاثة مقامات أو ثلاث مراتب. حينما يقول العبد إياك نعبد فهذا تصريح منه بأمور ثلاثة: انتساب والتزام ورضا. فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فقد كان على تمام قوله إياك نعبد، وإن خرمها فقد خرمها، أي وإن خرم هذه المراتب الثلاث فقد خرم قوله إياك نعبد ونقض ما ادعاه من عبادته لله عز وجل. أما الانتساب فهو شيء عجيب فعلا، أن تنتسب إلى الله عز وجل بالعبودية، لأن لما تقول إياك نعبد تصف نفسك بفعل تمارسه، نعبد، تعبد اليوم وتعبد غدا وتعبد نائما وتعبد قاعدا وتعبد سائرا وتعبد صحيحا معافا وتعبد مريضا وتعبد ساخطا كارها وتعبد راضيا، أي فيما بينك وبين الناس، وتعبد مسرورا وتعبد حزينا، أي تعبد الله على كل حال.
ولذلك لأن الفعل في المعاني ديال العربية أنه يدل على التغير، فكانت أحوال الإنسان تتغير، فعبر بما أسند للإنسان بالفعل لا بالإسم، لأن الإنسان في العبادة دياله لله يتغير، مرة مزيان مرة عيان، القبض والبسط، مرة عنده بسط نفسي روحاني ورغبة وإقبال بسط، ومرة عنده كسل قبض نفس منقبضة، فهو بين قبض وبسط، بين إقبال وإدبار، بين طاعة ومعصية. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فهنالك درجة من العبودية يحقق فيها الإنسان مرتبة الانتساب، الانتساب لله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في العربية كيسميه مضاف ومضاف إليه، عبد مضاف الله مضاف إليه، والمعنى ديال الإضافة في العربية هي النسبة، هذا منسوب لهذا، والخصوصية هذا ديال هذا دياله. فحينما تقول أنا عبد الله يعني أنا ديال الله، عظيم جدا وعجيب أن تشعر فعلا وتعتقد أنك أنت ديال الله، جميل، ولكن خصك تختبر وتحقق وتمتحن واش فعلا أنت تشعر بأنك لله، منتسب لله، انتساب، أنت ديال الله. مع الأسف أن أغلب المشاكل اللي كتوقع لنا في الطريق ديالنا للعبودية أننا كنسوا أننا ديول الله، وكي يتوهم لنا أننا ديول روسنا. ولذلك بنادم شحال مرة كيقول لك أنا سيدي بغيت نبقى حر ديال راسي، ديال راسي، وما كاين حتى واحد ديال راسه، الكل لله. ولما يريد الإنسان أن يحقق ذاته لذاته يكون أنا إذن متمردا على الله عز وجل، وذلك فعل الشياطين لا فعل العابدين. من أراد أن يكون من العابدين فوجب أن يكون لله، وهذا إحساس عظيم جدا لما تحاول تأمل وتفكر وتدبر أنك أنت فعلا ديال الله عز وجل، وهذه حقيقة أحببنا أم كرهنا. ولكن شكون هي العبادة؟ العبادة أن تحقق ذلك في نفسك ووجدانك، يعني تشعر به. وقلنا قبل أنه نحن عباد لله كرها من غير خواطرنا، ولكن العبودية اللي كيتكلم عليها ربي عز وجل وطالبها منا هو أن نكون عبادا لله اختيارا، كما أننا عباد له كرها. احنا مكرهين أن نكون عبادا لله بدءا من الخلق، من نهار خلقك راك عبد ديالو بالسيف عليك، مش الخاطر، فأنت مخلوق له سبحانه وتعالى، يفعل فيك وبك ما يشاء ويريد، لا حول لك ولا لي ولا للعالمين ولا قوة إلا بالله، لك حول ولك قوة ولكن بالله، أما بك وبنفسك فلا. إذن أن تشعر أنك عبد لله هذا شيء يدخلك في مدارك، في المدار ديالك، أنه كما قلنا مرارا الله عز وجل خلق الكائنات في مدارات، كواكب النجوم كل شيء، وكل في فلك يسبح، فلك هو هذه الدائرة اللي كيدور فيها النجم والكوكب غادي، وعنده محطات هي التي تسمى بالأبراج والمنازل. فحينما تشعر بهذا الإحساس فقد دخلت المدار، ما بقيتش خارج المدار، وإذا كنت خارج الفلك فمعنى ذلك الاصطدام، هتصطدم بشريعة الله عز وجل الشرعية والكونية، ولما تدخل المجال العبودية كتكون شديت الطريق ديالك، الطريق المستقيم الذي سيأتي طلبه من الله بعد قليل في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فرق كبير بين شخصين، واحد كيبات الليل هو كيفكر في غدا، اشنو غادي يدير من مشاريع واشنو غادي يدير من خطوات، ومخرج من باله تماما الإرادة الإلهية، كأنه هو كيدير داك الشيء اللي بغى، يفعل ما يشاء ويختار. فرق كبير بين هذا وبين إنسان كيبات في الليل يفكر الغدا كيف سيكون وبأي حال بين يدي سيده وفي خدمته. يعني هذه المشاريع حتى هو عنده مشاريع كيفكر فيها ويخطط لها، ولكن على أنها من باب الخدمة، هذه وظيفة وضف الله فيها، فهو يشتغل بما شغله الله فيه، فيكون بذلك داخلا في مقام العبودية العالي، عبد، وما كيحس شيء بأنه ديال رسول. الدري الصغير مثلا اللي عنده والديه مربينه وحاكمينه، إلا جا خارج من الدار الصباح
إما كيتقال له في الرك غادي، وإلا ما تقالتلوش راه هو عنده هذا السؤال في راسه، عارف بأنه خارج وداك الخروج ديالو تحت عيني والديه، واخا ما شافوش راه تحت عيني والديه، راه إلا تعطل غيقول له فين كنت. فهذا الطفل الصغير كيشعر بأنه ماشي ديال راسه، ما كيقدرش الدري الصغير يجيب اللي بغى للدار يدخلوا من الأطفال ومن الرجال ومن النساء، كيعرف بأنه اللي بغى يجيبه خصو يكون ذاك النوع اللي يوافق له الوالدين دياله. فالحرية دياله عنده إحساس هو الطفل بأنها محدودة ومقيدة بإرادة والده، لا مشاحة في الأمثال، ولله المثل الأعلى. هذا شيء. والطفل اللي ما عنده والدين مشرد كيحس بالله ديال راسه، يدخل لذاك المضعفين ساكن الصالح والطالح ويدخلوا اللي يلاق واللي ما يلاق، ما عنده غرض. فطبعا المآل والمصير ديال المشرد واضح، والمآل والمصير ديال اللي مربي تحت الوالدين واضح على العموم. قلت ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. مفروض في الإنسان، كل إنسان كبير وصغير، أنه يشعر يومه وليله بالنهار وبالليل أنه ماشي ديال راسه، أنه ديال مولاه اللي خلقه، وبسعيه في الأرض، بالحركة ديالو ديال السعي في الأرض بين عبادة وعادة، يعني لمشى الجمع ولا مشى للحانوت أو المكتب أو للشركة أو لأي مكان من العمل، يعني فهو كله في معنى الاستناد والانتساب، راه ماشي ديال راسه. سواء كان غادي قلت الجمع فهي العبودية المحضة، يعني هذيك التشرعات باش تعبد الله بها بدك الشكل، أو مشيت الأمور ديال الأعمال ديالك، فأنت تسير في طريق الإذن. الإذن هذا مصطلح عجيب ولفظ عالية رفيعة. العلماء لما كي يشرحوا المباح أحكام ديال الشريعة، الخمسة عندنا فيها الواجب والمندوب، وعندنا فيها المكروه والحرام، عندنا واحد درجة خمسة وسطى، المباح يعني الحلال اللي هو البيع والشراء والشرب والأكل واللباس. أولم يكن ممكنا، طرح هذا السؤال على رأسك، ماشي كان من الممكن أن الله عز وجل لو أراد يكون بغى أنه يحرم عليك مثلا تبيع وتشري؟ ممكن لو أراد يكون بغى ربي يحرم البيع يحرمه، ولكن بغى يحلله فأحله لك. فهذا إذن، أعطاك الإذن باش تبيع وتشري، وكان ممكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك عنه ويمنعه عنك، هذا من حيث التشريع، وأيضا من حيث القدر من غير التشريع. واخا هو حلله فهو حلال، كان ممكن يعكس لك انت بوحدك من دون الناس البيع والشراء، تمشي تبيع وتشري وتخسر، وتبيع وتشري وتخسر، وتبيع وتشري وتخسر، تضطر تبدل الشغل. ما أذن الله لك، ما عطاكش الإذن تبيع وتشري، انت دير شغل اخر، سخر لك البيع والشراء، سخر لك وظيفة، سخر لك معمل، أذن لك، أعطاك الإذن، والله لو منعك لم تنات. ولذلك الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تنام ملء جفنك، تنعس مرتاح مع راسك، وتستيقظ ملء صحتك وعافيتك. أولم يكن ممكنا أن لا يأذن لك في الاستيقاظ؟ بلى، شحال من واحد نعس وما عطاش ربي الإذن ينوض من تم القبر من اللي نط، فقد آذن لك أن تقوم. فإذا أنت عبد ماشي ديال راسك إطلاقا حينما تبصر، نتكلموا على البصائر، لأن القرآن أقول وأعيد ماشي فقط خصنا نقرأ ونقف، بل طلب منا أن نبصر حقائق. التلاوة تعبد باللفظ، تلاوة أتلو ما أوحي إليك واتلو ما أوحي إليك، تلاوة تعبد بالألفاظ، ولكن ربي عز وجل ماشي لهذا القصد الأصيل، أو ماشي هذا هو القصد الأصيل باش نزل القرآن، لا، القصد الأصيل باش نزل القرآن هو باش نشوفوا المعاني اللي غادي نخدموا بها. ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. أبصر فتيحة كنقراوها صباح وعشية، خصنا نبصروا نشوفوا هذه الأمور. ولذلك قلت مرارا هذه ماشي ديال تفسير، هذه ديال الأحاسيس ديالي وديالك وديال الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين، ما خصها تفسير وما خصها شرح، واضحة حيت المعنى العام ديالها كل شيء كيعرفها، العبادة والاستعانة كطلب الله يعاونك وكتعبد الله. ولكن شوف أنت نفسك في هذه الآية، شوف انظر أبصر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هو
وفعلا ملي كتبدا تحقق وتشوف كتبلك فعلا انت فين موضعك من قولك وانت تقرا اياك نعبد. وكنلقاو روسنا فعلا مخالفين بزاف الكلام اللي كنقوله. عبد عبد راه مشري مشري، ما عندوش الحق يتصرف في نفسه. العبد حينما كان الرق في القديم، يعني العبيد ديال بنادم كيتباعوا ويتشراو، كان مملوك ماشي ديال راسو، كيتباع ويتشرا ماشي ديال راسو. ملي ينوض الصباح هو كيتسنى سيدو اش يقول له يدير، وملي ينعس ناعس على الامر ديال سيدو الصباح اش غادي يقول له غدا يدير. والعبوديه المطلقه والحق انما هي لله الواحد القهار. فعجيب وغريب اننا ندعي اننا عباد لله ولا نقوم بحق العبوديه. ربي كرمنا قال لنا انتم عبيد، ولكن نبغي داكشي انتم ديروه رزقكم، يعني ماشي غادي يدير لك الجام وتبقى فين ما غادي يجرك، بل جعل لك ان تعبده اختيارا بالرضا ديالك بالرغبه ديالك. وهذا من ارفع درجات التكريم الانسان. الكائنات كلها تعبد الله قهرا لا اختيارا، قهرا من غير خطره، خاضعه لله، اما لانه نزع منها نوازع الشر ما فيهاش كاع الرغبه ديال الشر كالملائكه، او لانها جامدات تتحرك بنواميس ربانيه قاهره بقهر الله لها كالارض والقمر والشمس وهل مجرى. الانسان لله عز وجل ارفع الى اعلى درجه من التكريم حينما يستقيم يكون في اعلى عليين، وحينما ينحرف عن مداره ويشرد ينزل اسفل سافلين. ماشي غير عبث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه هذه العبودية التي بها ينتسب الإنسان إلى الله، بها يحقق وحدانية الله عز وجل اعتقادا وألوهيته سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا. إن إذا كنت ديال الله فأنت منتسب له، أنت دياله وهو الله عز وجل، فإنك توحده بذلك. وإذا كنت دياله سبحانه وتعالى فإنك لن تتصرف إلا وفق إرادته، فأنت خاضع له عملا وسلوكا. وهذا كيتطلب مني ومنك ومن سائر المسلمين أننا نفتح الطريق قدامنا للتعرف على مولانا، مولانا اللي احنا دياله. يجب عليك أن تعرف أنت من وتنتسب إلى من. ومشكلتنا في هذا الزمان الفتان أنه ماشي ما كيخليكش تفكر في ولادك أو أحوالك، ما كيخليكش تفكر في راسك ولا في ملاك اللي خلقك. زمان فتان إنسان كينسى راسه فعلا بسبب تزاحم الحوادث والأشغال والهموم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومي. للهموم ديالو كلها جمعها ديال الخدمه وديال الاولاد وديال كل شيء ديال الدنيا، وجعلها هم واحد هو هم الاخره. ربي تعالى كيقضي له الهموم ديالو كاملين، كفاه الله سائر همومي. ماشي المعنى انه ما يفكرش الانسان في ولاده في تجارته خدمته حانوته ووظيفته وشركته، لا، ولكن ما تخليكش هذه الاشكال وما تقطعش الطريق عليك من اجل التفكير في نفسك وفي من خلق نفسك. نهار تولي هذه الأمور قطعت عليك الطريق في هذا الاتجاه فلا خير فيها ولا بركة، وشرها أنئذ غالب على خيرها وخيرها مغلوب. ولا خير في الخير المغلوب، لأن الخير والشر في الأشياء وفي الأفعال في الدنيا متداخلين، واحد داخل في واحد. والفعل اللي شره غالب على خيره راه شر كله، لأن ذاك الخير ديالو كيكون مغلوب، إذن ما نفعش ما كيعطي نتيجة، كما في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للتنكير والتقليل. ولأن هذه المنافع قليلة وإثم كبير هو الكبير، فغالب الإثم الخير ولم يعد لذلك الخير فائدة فاستأثر بها الشر آنئذ. فكذلك لما أمور الدنيا من المباحات يصبح شرها عليك غالبا فلا خير فيها. فإذن خصك تحاول أنت أن تجاهد، أن تجاهد نفسك في الله، أن تجاهدها بالقرآن حتى تغلب خيرها على شرها.
فيكون الشر آنئذ رغم أن فيه خادما للخير. من رد في القاعدة دي الجرح والتعديل، من كان فضله أكثر من نقصه رد نقصه إلى فضله، تذاك النقص دياله كي تحتسب من الفضل دياله. والعبودية لله تحقق لك هذا، كي يولي لما كتسخر جميع الأشياء اللي بين يديك وتجعل الهموم ديالك كلها للمعاد، الله عز وجل يبارك لك فيها وينوب عنك فيها بالوكالة، وكفى بالله وكيلا. كينوب عليك في تجارتك، وينوب عليك في أولادك، في التربية ديالهم، ينوب عليك في كل أمرك، كل ما يهمك ينوب عنك. هذا معنى ديال التوكل على الله عز وجل. تتوكل على الله أي تجعله وكيلا، وكيل ديالك، وكيل ديالك، يحاجج عنك ويخاصم عنك ويدافع عنك، شيء عظيم. ولكن حتى تكون دياله، إياك نعبد دياله. وباب معرفة الله لتكون لله وبالله ذكرناه مرارا هو الأسماء الحسنى. راه هاد الأسماء الحسنى أيها الإخوة راه ماشي ذكرهم الله عز وجل في القرآن وفصلهم غير هكذاك زواق، حاشا، بل لها وظائف عجيبة وعظيمة طلب منا أن ندعوه عز وجل بها، وأن نستند إليه بها، وأن نعبده سبحانه وتعالى بها، وأن نعرفه بها. في التوحيد، توحيد الربوبية من أهم أصوله توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ ماشي تحفظ كذا وكذا وكذا، لا أبدا، ولكن أن تجعل كل ما نطقت به تلك الأسماء في قلبك شعورا متجها لله وحده دون سواه، وأن تعتقد إحساسا ووجدانا بأنه هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، إلى آخر الأسماء. فحينما تطرق باب ربك تعلم من جمع كل صفات الكمال وكل أسماء الجمال، ما بقيش حاجة ديال الخير من دونها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا التعبير هذا إياك نعبد مشعر بحركة، حركة فعل العبادة، مشعر بالسير، وهو معناه لا يتحقق طفره، ماشي يعني تبات واحد ليلة وتصبح وتلقاه كامل عندك، بل وجب عليك أن تتدرج عبر مدارجه. وذكرت قبل في الحصة السابقة ابن القيم رحمه الله ألف فيه كتاب في 3 المجلدات مدارج السالكين، دروج، درجة مرا درجة مرا درجة، وانت غادي. واحذر أن تكون من النازلين، احرص أن تكون من الصاعدين. حققت اليوم درجة، فكر غدا في وحدة. وكذلك كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون، كلما نزلت آية تلقفوها وتلقوها بافتقار شديد، يعني كيحسوا بواحد الفقر شديد لديك الآية، واحد الرغبة وحاجة. وهذيك الآية لما كيتلقاها العبد بالفقر يحتاج لها، كتضوّل كأنها مصباح، وهي مصباح فعلا تضيء له مسلكا من مسالك السير إلى الله، كتعطيه واحد الضوء فين يخطو واحد الخطوة أو خطوات. وإلا تلقاها وهو شبعان ما عنده غرض، يعني زيد ناقص، كي سمعها كي ما سمعها، كي قراها كي ما قراها، ما كتعطيه والو. راه القرآن الكريم مصابيح، بصائر، راه ما يمكنش، مستحيل أنك تقرأ القرآن وتتلوه حق تلاوته ولا تجد أزرار النور قد تفتقت وانطلقت بأشعة الهداية في قلبك، مستحيل، إلا إذا كنت تتلقاها تلقي المستغني، واللي استغنى على ربي ربي كيستغنى عليه. ولذلك خصنا نطرق هذا الباب ديال العبادة بإحساس الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقراء، فقراء ماشي فقط بالمعنى المادي، ما يمشيناش البال الفلوس، هذاك معنى صغير في معنى الفقر الشامل الذي خلق الله عليه الإنسان وبرأه عليه. لا يستطيع الإنسان أن يعيش لحظة بغير إذن مولاه الذي خلقه. كل شيء فينا، كل شيء فينا، جوارحنا للدين ديالنا، العينين ديالنا، خفقات ديال القلب ديالنا، أرزاقنا، محيطنا، كل شيء يستمر، غادي مستمر بإرادة الله وبإذن الله وبإمداد الله، يكون قطعه يتقطع. ولذلك كان الكفر لما كيأمنش بالله، ولذلك كان الكفر أعمى، كاين الشيء أعمى
بحال الكافر. ذلك مبلغهم من العلم، كيشوف غير الحيوط، غير الاشياء اللي ماديه قدامه سد عليه الطريق ديال السماء. الايات القرانيه تبصر الانسان، تبصره، تخليه بصير كيشوف. فاذا استند الى الله عز وجل بهذا المعنى وانتسب اليه، حينما تقول اياك نعبد اذن انت عبد الله، كن عبدا لله فعلا، لا تخرج الا باذن من بيتك، استاذن مولاك، ولا تدخل الا باذن، ولا تنم الا باذن، ولا تستيقظ الا باذن، ولا تبع الا باذن، ولا تشتري الا باذن، ما تتحرك الا باذن. ماشي بالمعنى ديال انه كل مره خاصك تقلب على الحكم الشرعي انه جائز او ماشي جائز باش تديرو، ماشي هذا المعنى. هذا صحيح، ولكن بالمعنى القلبي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حقق اعلى مراتب العبوديه، ما كان كيخرج من داره الا باذن مولاه، ولذلك كان متادبا مع ربه. ملي كيجي خارج كيدير دعاء الخروج، هذا استئذان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ويخرج خارج بالاذن ديال مولاه. قال هل سيدو هاني خارج، قال له خرج. عجيب، اياك نعبد، ما ينعس الا باذنه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، والله ما يعطيك النعس ما تلقاه، باسمك ربي وضعت جنبي، وما يرد لك الفياق ما تلقاه، وبك أرفعه، إما غدا ولا يوم القيامة. فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس فعل من أفعال ابن آدم في أمور العادة، من غير العبادة، في أمور العادة، البيع والشراء والزواج وكذا، إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فيه أدب من آداب الإذن. هذه كتسمى آداب الاستئذان من عند ربي، باش تدير هذه وتدير هذه، كل شيء كل شيء فيه أدب الإذن، ماشي واجب باش تقلب على هذه العبارات وتحفظها. الوجوب ما كاينش، ولكن كاين استحباب، ما قدرت شايع على العبارات تحفظها كاملة، إحساس ديالك. أشنو هي العبارات؟ كتذكرك. علاش تسمى سبحان الله والحمد لله ذكر؟ كتذكرك بهذا الشيء باش ما تنساش، حتى لا تنسى. فإذا ذكرت وخا غير بقلبك فهو حسن، غير صباح خارج ما قلت شيء الدعاء ما كاين باس، ولكن تكون حس بقلبك بأنك انت ديال مولاك، حس بها. فإنه يصعب عليك آنئذ أن تعصيه ذلك اليوم، خارج من الدار وانت حس بأنه ديال مولاك، صعيب عليك وما تقدرش، ما تعطيكش نفسك ولا خاطرك تمشي تدير المعصية في ذاك النهار وفي ذاك الصباح، ما حد عندك إحساس أنك انت ديال مولاك وخارج بالإذن ديال مولاك. وهذه العبارات تساعد العبد على تمثل هذا المعنى، العبارات ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الخروج والدخول وكل الأنواع، ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أفعال الإنسان إلا ودار له الدعاء، حتى الدخول للمرحاض والخروج من المرحاض. عجيب، باش كتكون انت في كل أحوالك ديال مولاك مش ديال راسك. وبعد هذا المعنى الذي يطول شرحه، وقلت في البداية تنقضي الأعمار وهذا الشيء ما يسليش، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، باش نجمعوا على الأقل أصول الخير، والأصول كتعطي الفروع. انت غادي وربي يفتح ليك إن شاء الله الرحمن الرحيم في الطريق دياله. ننتقل إلى الأصل الثاني، قلنا الأول هو الانتساب، الثاني هو الالتزام. الالتزام هذاك الحديث ديال عرفت فالزم، هو السند دياله ضعيف، ولكن المعنى معنى قوي جدا. هذا أصل من أصول الإسلام تعبدية، ولا عبرة في الكليات الشرعية بالأسانيد، هذا كلام يتقال أهل العلم، يعني الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث حسن، ولكن علماء أصول الفقه يقول هو كلية من كليات العلم، هو أصل من أصول الفقه، أصل من الأصول المعتمدة في الفقه، بمعنى أنه المعنى دياله ما عندوش علاقة غير بالسند دياله، لا، فوق السند دياله أكبر بكثير، لأنه تم استقراء القرآن والسنة، يعني تبعوا العلماء القرآن في جميع التشريعات والسنة في جميع التشريعات، حيث وجد الضرر وجدت رخصة. فين ما كان شي ضرر شي حكم ربي كيدلك فيه الرخصة، بدءا بالعقيدة حتى فروع الشريعة. أما في العقيدة إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الكفر كاع في خطرة، قال لك كفر كفر وهز عليك فردي فوق راسك، إذا لم تستطع أن تصبر رخص لك أن تكفر لفظا وقلبك مطمئن بالإيمان.
لا ضرر ولا ضرار، يعني كلية. حتى هذا عرفت في الذنب حلو، الالتزام بدين الله أصل من أصول الدين، وهو الذي عبر عنه أيضا بالعبارات الصحيحة المليحة ما فيهاش إشكال في السند، الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، أي التزم. التزام، بغيت نعبر بهذا التعبير ديال الالتزام لأنه مألوف عند الناس. ملي كتمشي تكتب الالتزام وتوقعوا، من التزم شيئا لزمه، في القاعدة الفقهية من التزم شيئا لزمه، أنت كتقول إياك نعبد، التزمت أن تكون عبدا لازمك ذلك، من التزم شيئا لزمه، وحسبت على مقتضى ذلك ووفقه، أنت اللي قلتها، فتحاسب على وفقه، والمؤمنون عند شروطهم. التزام، هذا الالتزام الله سبحانه وتعالى جعل له حدود، علامات، أبراج، كما قلنا النجوم الكواكب والأجرام كالظروف أفلاك عندها منازل كما يعرفوه الفلك المنازل، وهذه المنازل هي محطات معينة في السير ديالها وفي الحركة ديالها، والسماء ذات البروج فهي في فلكها سابحة إلى الله عز وجل ولها تقلبات وأحوال في سيرها. أنت أيضا أيها العبد جعلت لك الشريعة مدارا، الشريعة ديال الله عز وجل هي المدار ديالنا، هي الفلك ديالنا، هذا الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه وكل أحكام الشريعة في أصولها وفي فروعها، هذه هي المحطات احنا ديالنا، هذه هي الأبراج ديالنا واللي كترسم لنا الحدود منين تمشي ومنين ما تخرج، طريق سالكة وطريق ممنوعة، باش كتبقى ديما في السكة غادي لا تزيغ عنها حتى لا تهلك، وهي شريعة بطبيعتها الربانية سائرة إلى الله عز وجل، من ركبها وصل، اللي ركب على الشريعة يوصل، لأن الله عز وجل جعلها كذلك سائرة إليه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لأنها واضحة فالآيات تنيرها، مع مر الليل والظلام يكون عندها، لأن الآيات كتنورها دائما منورة، آيات القرآنية والآيات الكونية تنير شريعة الله عز وجل التي وضعت لك. فهذه الشريعة احنا مع الأسف المسلمين غلطين فيها بزاف، وكثير من الناس يبدأوا يتشاطروا مع الله عز وجل، كيتشاطروا معاه فهذه الأحكام، ما تشاطرش مع ربي، تعامل مع ربي بالكرم، سبحانه يعاملك بالكرم، كون كريم مع مولاك يكون مولاك كريم معك في الحلال والحرام، في الواجب أو في المطلوب والمهروب، اللي طلبها ربي منك أعطيها، ما تبقاش تقلب كي دير تفلت منها، بل أعطيها بلوفها، واللي منعها منك ربي هرب منها، وهرب منها بلوفها، وهو أن تترك الشبهات. علاش؟ لأنك تعتقد آنئذ أنه قداش ما هربت من الشبهات كتكون في قلب الطريق، أما أحسن لك وأنت سائر في المحجة في الطريق ديال الله عز وجل، تكون في قلب الطريق عندك الأمان والاطمئنان والسكينة، بالله راك بعيد عن الحاشية، كنت في الحاشية أنت في الطريق نعم، ولكن من يضمن لك أن تزيغ؟ فلو زغت قيد أنمله مشيت في الهاوية. والشريعة أشبه ما تكون بجسر نصب على فضاء مظلم، حال واحد القنطرة ضاوية فيها الضوء واضحة، ولكن منصوبة ذيك القنطرة عالية منصوبة في واحد الفضاء واحد الهواء في هاوية مظلمة أظلم، ليس لك من النور إلا ما يضيء طريقك المستقيم صراطك المستقيم. الضوقي لا ينقطع ليل نهار، ليلها كنهارية، بصائر، هذا النعمة اللي أعطاك ربي عز وجل ديال الهداية، من غير الآداب أن تشاح، المشاحة يشترى ربك في حدودها، التزم الحدود ديالها والتزم الحدود بتلقائية، تجد راحة في سيرك. يعني لما تتعامل مع الدين بواحد تلقائية وبواحد الرغبة كتوجد أن أحكام الشريعة وتكاليف ديال الدين مريحة، ما كتبقاش حس بالتعب وبالتكلف وبالمشقة وأنت تمارس الشريعة، بالعكس شعور بالحلاوة، تجد حلاوة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام،
ولا تغادر الصلاة إلا وأنت تشتاق إلى التي تليها، ولا تغادر رمضان إلا وأنت تشتاق إلى الآخر، ولا تغادر الصدقة إلا وأنت تشتاق إلى الأخرى، وهكذا كتبقى فرحان بالشريعة والشريعة فرحانة بك كذلك، فتقبل عليك بمقدار ما تقبل عليها. بهذه الرغبة أنت اللي عندك تمشي لها وتطبقها حتى هي كتسهل عليك، كتسهل عليك، وتقبل عليك باليسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والجامع ديال هذا المعنى ديال الالتزام والاستقامة، الجامع دياله والضابط دياله هو هذه الصلوات الخمس اللي اعطانا ربي ونعم علينا بها، شيء عجيب. والتأمل قلتها وأقولها مرارا، شوفوا سبحان الله العظيم كيف ربي عز وجل جعلها لنا على أوقات متوازنة، محطات من الفجر حتى الظهر حتى العصر حتى المغرب حتى العشاء. تستيقظ أول ما تستيقظ تستأذن ربك بالصلاة، وتصلي العشاء وتختم بالوتر لتودع نهارك مستأذنا ربك في نومك، فأنت بين نوم واستيقاظ أو يقظة سائر، سائر إلى الله. كل وقت أعطاك ربي الموعد ديالها، الموعد لك موعد في الصبح معه سبحانه، لك موعد حينما تؤوب جاي عيان من الخدمة الظهر وتستريح بين يدي ربك، لك موعد في العصر في قلب العمل، العصر كيجي في القلب ديال العمل في جميع الوظائف والأشغال تقريبا من الحانوت حتى الوظيفة، وينتشلك ربك كيجبدك من ذاك العمل ديال حي على الصلاة استرح شوية بين يدي ربك، وتغرب الشمس والنفس ديال بنادم مع غروب الشمس، وهذا شعور عام عند الناس كاملين حتى عند غير المسلمين، حتى عند غير المسلمين غروب الشمس كيعطي واحد الحالة نفسية للإنسان سبحان الله العظيم، بالرغبة في السكينة هي كيعطيها للكائن الحي مش غير الإنسان، حتى الطيور غير تغرب الشمس كتلقاهم مولين. فكذلك الإنسان عنده واحد الإحساس ديال خصو يرجع، وهذاك الرجوع كيخلي له واحد الرغبة في أن يجد متكئا وملتجئا يستريح إليه حتى لا تخبث نفسه. واللي كيرجع للصلاة في المغرب هذا كيجدد الحياة دياله، والذي لا يرجع إلى حياة يرجع إلى موت أنئذ وإلى خبث والعياذ بالله. ثم حينما يغشى الأرض ظلام كيشعر الإنسان بالرغبة في الأنس، خصو يتونس الأنس الروحاني الرباني، فيجد في تلك الصلاة صلاة العشاء لذة أخرى تنوب عن الليل كله حتى الفجر. ولذلك الصلاة ديال العشاء الوقت ديالها ممتد، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب وحض الصحابة باش يأخروها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطل عليهم ما خرج شيء من الدار حتى نام الصبيان وانقطعت الحركة في المدينة المنورة ديال البشر عاد صلى بهم العشاء، وقال لولا أن أشق على أمتي، يكون ماشي ما بغاش النبي صلى الله عليه وسلم يتعب المسلمين وصعب عليهم، كان رحيم بالأمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ليكون دار لهم العشاء في ذاك الوقت المتأخر من الليل، ولكنه يسرها بتيسير الله لها سبحانه وتعالى وجعلها في أول الليل لتنوب عن كل الليل، والصلوات الأخرى تنوب عما تحتها من أزمنة نهارية. محطات أنت أيها العبد في صلواتك الخمس كالقمر وكالأرض وكالشمس، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، حتى الإنسان قدره الله عز وجل منازل، فإما أن يستجيب للتقدير الشرعي التشريعي اللي هو هذه الصلوات، وإما أن يستجيب كرها بالزز منه للتقدير الكوني وهو الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والموت، منازل أيضا. إلى ما صليت أنت بخاطرك فسيشهد عليك عمرك عبر منازله، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. خلق الإنسان وخلق الكون خلق متجانس بحال بحال، لأن الخالق واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.